بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن هيا بنا، ما هي صفات المتعلم الجيد؟ فضولي، متعلم ذاتي، طموح، يقدم التغذية الراجعة، يتقبلها. نواتج التعلم لدرسنا لهذا اليوم: أن يوضح المتعلم أهمية موقع دولة الإمارات، أن يعدد المتعلم معالم من بلادي، معايير النجاح لدرسنا لهذا اليوم: أنا أستطيع أن أوضح أهمية موقع دولة الإمارات، أنا أستطيع أن أعدد معالم من بلادي. عنوان درسنا لهذا اليوم: أولاً موقع بلادي. والآن هيا بنا لنتعرف إلى الكلمات الجديدة. الموقع هو الموقع المكاني بالنسبة للمناطق المجاورة له. المتحف هو المكان الذي تحفظ فيه الآثار القديمة. يد العون المساعدة. قررت أسرتي الذهاب إلى متحف دار الاتحاد الذي يقع في دبي، والمتحف هو المكان الذي تحفظ فيه الآثار القديمة. وضح لنا مسؤول المتحف أهمية موقع دولة الإمارات العربية المتحدة. تتميز بلادي دولة الإمارات العربية المتحدة بموقع مهم جعلها ترتبط بعلاقات حسن الجوار ومد يد العون للدول الشقيقة والصديقة. هيا نستكشف وحوط على اسم الإمارة التي يقع بها متحف الاتحاد: أبوظبي، دبي، الشارقة. الإجابة الصحيحة هي دبي. والآن هيا بنا أفكر وأشارك. ألون المربع الذي يدل على العبارة الصحيحة: المتحف هو المكان الذي يضم الآثار. الإجابة صحيحة. تعمل مضيفة الطيران في المتحف. الإجابة خاطئة. ترتبط دولتي مع الدول المجاورة والصديقة بعلاقات حسنة. الإجابة صحيحة. علمني زايد: إننا نسعى إلى السلام ونحترم حسن الجوار. المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله. أن بلادي هي امتداد طبيعي للوطن العربي من جهة الشرق. ثانيا، معالم بلادي. المعلمة تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول ذات المعالم السياحية الجميلة، وتعني كلمة المعالم الأماكن المهمة في دولتي. سنقوم بعرض لأهم هذه المعالم. أحمد، ما أجمل متحف اللوفر في عاصمتنا الحبيبة أبوظبي. خالد، أشاهد برج خليفة في إمارة دبي. علي، معلمتي، أشاهد الشواطئ الرائعة في الفجيرة. المعلمة،
أحسنتم يا أبطال، سنقوم الآن بتركيب الصور التي أمامنا لنتعرف على أهم معالم بلادنا الحبيبة. من معالم بلادي متحف اللوفر أبوظبي، برج خليفة دبي، عالم فيراري أبوظبي، حصن فلج المعلة أم القوين، شواطئ الفجيرة، متحف عجمان، جبل جيس رأس الخيمة. جبل جيس أعلى جبل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتغطيه الثلوج في فصل الشتاء أحياناً. السوق المركزي الشارقة. هيا نستكشف. أصل بخط بين الصورة والعبارة المناسبة لها. من معالم بلادي دولة الإمارات العربية المتحدة، عالم فيراري في أبوظبي، برج خليفة في دبي، جبل جيس في رأس الخيمة. أفكر وأشارك. أتتبع كتابة العبارة في المكان المخصص لها. يوجد متحف اللوفر في أبوظبي. والآن أين ترى نفسك من حفرة التعلم؟ علمني زايد أن السعادة والرفاهية من أهم أولويات القيادة للشعب. مع السلامة، بحفظ الله ورعايته.